النهارده في ستيفلر رياكشن جديد على هوم سينما. النهارده هنعمل تريلر رياكشن جديد لمسلسل جديد هينزل على نتفليكس. هو مسلسل اسمه راتشت. ده مسلسل جديد بتاع سارة بولسون النجمه او الستار بتاع مسلسل امريكان هورر ستوري. المسلسل انا قعدت اتابعه فتره كبيره بس بعد كده للاسف ما كانش عندي وقت ان انا اتابعه تاني. كان اخر موسم كنت واصل له كان الموسم بتاع الهوتيل تقريبا مش بتاع الهوتيل الموسم اللي بعديه على طول اللي هو كان بتاع الانتخابات ما بين دونالد ترامب والانتخابات بتاعه هيلاري كلينتون. ده كان اخر موسم انا وصلت له تقريبا. عملوا بتاع موسمين ثلاثه بعديه او يمكن اربعه كمان. في ناس كتير قالوا لي اصلا كمان المواسم اللي جت بعد كده كمان مش حلو. انا شايف من وجهه نظري احسن موسم اتعمل لامريكان هورر ستوري كان الموسم اللي اسمه اسايلم. كان الموسم الثاني على ما اعتقد بتاع امريكان هورر ستوري. كان الموسم الاول كان تقريبا بتاع البيت والموسم الثاني كان بتاع المستشفى بتاع المستشفى المجانين تقريبا والمركز والموسم الثالث كان اللي هو بتاع الويتشز. وبعد كده كانوا عاملوا تقريبا بتاع السيرك. من اول بدايه السيرك انا بصراحه ما جاش معايا سكه قوي. انا بالنسبه لي كان احلى موسم حقيقي كان الموسم اللي هو بتاع اسايلم. من البوستر بتاع المسلسل حاسس ان سارة بولسون طالعه ممرضه. حاسس انها طالعه برضو ممرضه في مستشفى. فممكن كتير جدا ممكن يبقى سبين اوف لامريكان هورر ستوري اسايلم يمكن تفتكروا. الله اعلم. انا كل ده بتكلم من البوستر. انا شايف البوستر اهو قدامي بحاول يعني البتاع اللي على دماغها واللي هي لابساها ده حاسسها ان هي ممرضه. نزل له تريلر جديد لسه امبارح او اول امبارح. نزل له تريلر من يومين. نزل له تريلر جديد ومفروض عرض المسلسل هيبقى سيزون 1 هينزل الشهر الجاي تقريبا 18 الشهر الجاي هيبقى عرض المسلسل الاول بتاع مسلسل اسمه راتشت. اتمنى ان هو يبقى رعب. اتمنى يعني انا لسه مش عارف اي حاجه. حاسه هيبقى رعب ميستري. حاسه هيبقى حاجه زي كده يعني. وانا بصراحه بحب سارة بولسون جدا يعني بحب تمثيلها جدا. فهتفرج معاكم دلوقتي على التريلر لاول مره لمسلسل راتشت. ده المسلسل هيتعرض على نتفليكس ولاول مره هتفرج على تريلر. يلا بينا. Ask why you're headed to Lucia. It seems like a rather personal question. You should bathe more often. Your fingernails are filthy. We had a saying in the Corps, save one life and you're a hero. Wanna have fun? How about a few? You're eating my peach. I don't see your name on it. And who would do that? Do what? Put their name on a peach. Somebody who really wanted it? No one has ever put their name on a peach. What are you gonna do about it? What are you, deaf? No. Just thinking of all the things I'm going to do about it. Told that you're mad when that's what's driving you mad. I should have never let you into this hospital. Letting me into this hospital was the best decision you ever made. One last good time. Yeah. Wow. واو. المسلسل فشيخ. كمية فايبس من امريكان هورور ستوري مش طبيعية وبالذات امريكان هورور ستوري اسايلم. زي ما كنت قايل بالظبط نفس حسه اسايلم جدا اللي هو كان حرفيا احسن موسم في كل مواسم امريكان هورور ستوري. وبالفعل طلع ممرضة وفي الاسايلم. وحاسس برضو في فايبس من امريكان هورور ستوري بتاع السيرك. الالوان بالذات حاسه نفس الالوان اللي كانت موجوده في السيرك بتاع امريكان هورور ستوري. فواو المسلسل هيبقى جبار حرفيا. سارة بولسون دي لما بتبقى في عمل ما بتخزنيش بجد يعني. غير عمل واحد اتفرجت عليه لسارة بولسون وقفلني هو كان فيلم جلاس. اكتر حاجه كانت قفلتني من سارة بولسون في الفيلم ده. بس اوفر اول التريلر بتاع المسلسل جاست واو يعني بجد حلو جدا جدا جدا. وده وش هتفرج عليه يعني. اخر مسلسل كنت تقريبا كنت شفته على نتفليكس وعطيته تقييم او عطيته عملت له الريفيو بتاعه هو كان مسلسل جون اون او اللي هو الاوريجين بتاع جون اون. وكان المسلسل بصراحه زباله. فكان من اكتر الحاجات اللي انا فعلا بجد ندمت وانا اتفرج عليها.
كان عندي هاي هوبس بالتلازينه وانا قاعد بتفرج على المسلسل. الاكسبكتيشن بتاعه المسلسل كان في العالي تماما، عشان كنت الجون اصلا حاجه كانت جامده قوي في افلام الرعب، فلما الاقي مسلسل زي ده بيتكلم على حاجه رعب فانا حرفيا اتقفلت يعني. بس اوفر اول المسلسل ده الترقب بالنسبه لي هو 8.5/10 بكل تاكيد. ده لما هينزل في سبتمبر، 18 سبتمبر هتفرج عليه ده وش يعني. بس ما عنديش اي حاجه اقولها عن المسلسل ده، وفعلا المسلسل ده مخلي الاكسبكتيشن بتاعتي عاليه جدا، رجعني بنفس درجه الحماس بتاعتي بتاعت امريكان هورور ستوري الاسايلم بتاع زمان اللي كان نزل. بس ما عنديش اي حاجه تانية اقولها، اتمنى الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله. اشوفكم في فيديوهات تانية قريب، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، وما تنسوش برضو تعملوا سبسكرايب للشانل التانية اللي اسمها هوم الون بتاعه العاب الرعب، وبعمل هناك برضو قصص رعب بصوتي فويس اوفر بالانجلش وفي ترجمه بالعربي، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن. وما تنسوش تعملوا لي فولو على فيسبوك وتويتر وانستغرام، واشوفكم الحلقه الجايه. باي باي.